بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكم من اتحقت بقناة أم عبد الرحمن. اليوم في هذا الفيديو راح نقدم اختبار ونموذج لمقترح الاختبار الفصل الأول ثروازيام اني بريمير. طبعا لا شك سهل هذا ما قرينا، ولا شك واعر هذا ما قرينا. جو كومونس. هنايا عندي لا دات لا بروميير اكتيفيتي اونتور لي سيلاب سويفونت مي نا تا. يعني واش تهي لا سيلاب؟ لا سيلاب هي الصوت ولا لا كونسون مع اون فايال، الحرف ومع حركه، الحرف ومع حركه. واش قال يفيد السؤال؟ وين تشوف مي حوط عليها جونتو لي سيلاب سويفونت، يعني هذه وهذه هذه في الكلمات هذو وين نشوفها نحوط عليها. يروح لو برومي مو بلا ما يعرف التلميذ يقراهم، لاخش مازال ما كملش الحروف باش يدرك هو كل الحروف هذه. تا نيا فيها تا جونتور تا. طبعا الموضوع راه اون بي دي اف. ا مي نا واش فيها؟ فيها مي جونتور مي. ا ني مال ما فيهاش مي ما كانش، وما فيهاش نا وما فيهاش تا. الوغ هذه ما عندي ما نحوط فيها. عندي ما مون ما فيهاش مي وما فيهاش نا وما فيهاش تا. شوف البياج كي داير. نروح لا دوزيام كيسيون. اونتور سا سي لا كيسيون نيميرو 2. جو كولوري ام اون فير اي لو دي اون بلو. يعني الام مينوسكيل ولا ماجوسكيل اون فير اي لو دي مينوسكيل او بيان ماجوسكيل اون بلو. هنايا في هذه الوحده قرينا لي كولور. الام اون فيغ ها هو الام مينوسكيل، ها هو الام ماجوسكيل. طبعا راني حامله الورقه باش تجي قريبه للكاميرا. وعندي ام مينوسكيل نلونهم باللون الاخضر. باينة. طبعا ونتعلم الابن يروح هاك، لاخش نكون نعطيه ورقته والله نبداه نلقاها بديء منا. و اون بلو لو دي، انا كيما سبقت وقلت لو كان نعطي للتلميذ الورقه نلقاه بديء منا، ما نلقاهش بديء منا، نعلمه يبدا اون فرونسي هاك. فوالا دي ماجيسكيل دي مينوسكيل و سي دي مينوسكيل. فوالا دوزيام اكتيفيتي. نيميرو 3 هو لو مونتاج دو سيلاب، يعني تكوين الاصوات. لو ام افيك لو ا يعطيني ما، افيك او سي م، افيك اي سي مي، افيك اي سي مي. ici نا نو ني اي ني. ici تا ت تي اي تي. ici da, de, di, et de. Voilà, c'est un tableau syllabique. طبعاً الأم ليها ترجع من قناتي هذا التابلو العلمي اللي بتاعك يقراه. منه يقدر يكون الكلمات ويقراها. روح لا ديغنييغ كيسيون. واش المطلوب؟ إكري أون كيرسيف. واش إكري أون كيرسيف؟ هنا عطانا الكلمات متفرقة على بعضها. المطلوب مني أني نكتبها متلاصقة، هذه كنقولها اون كيرسي. هنا هذه تبدا ماجيسكيل، هذه تبدا ماجيسكيل، وهذه تبدا ماجيسكيل. يعني التلميذ في هذا ليكزارسيس اللي يكتب لي هذه الحروف المتلاصقة اللي كتبها ليكريتور كيرسيف. نبدا بمامون. شوف مامون ها هي وينها. دونك نبدا بان ماجيسكيل. ان ماجيسكيل تخوا زانتيغلين، ان دو تخوا. لو ام نزيد ليها لو ا، ها هي لو ا، لو ام اي لو ا اي لو ان. فوالا كيما هكا نكتب. عندي الان عنده ثلاث رجلين، الان عنده زوج رجلين، وهذه الا دايره كيما هكا. ونعلم ثاني كي يكتب ما يلفتش يده. نروح لو دوزيام مو هو لو مو امينه. جيكري امينه. ا ماجيسكول ثلاث بياضات تخوا زانتيغلين، ها لو ام ان دو تخوا عنده ثلاث كرعين، لصق فيها الاي ولصق فيها الان عندها زوج كرعين ونلصق الا. كي نكمل عاد ندير هنايا لافاك تاع الا وندير لو بوان تاع الاي.
هنايا التلميذ على واش يتحاسب؟ يتحاسب على البياضات، يليق يحترم البياضات تاع الفرنسي. قعدتي لو مو تانيا، تانيا ثاني تي ماجسكول. هنا هذا التمرين، منها كتابه ومنها بلي راني عارفه الابن تاعي اللي راني قريته يكتب هنا ماجسكول ويكتب مينيسكول. لو تي ماجسكول فوالا 3 انترلين 1 2 3 فوالا لو تي افيك لو ا افيك لو اي لو ان افيك لو اي اي افيك لو ا. كملت هنايا ندير لو تري اوبليك وندير لا بار فوالا لو تي ماجسكول. طبعا احنا الحروف اللي قريناها فقط للاشاره، بعد ما كملت هذا التمرين نكتب لك هنا او ماجيسكول، هذه نفس الصفحه بصح نكتب هنا لي تخ ماجيسكول. قرينا ال ا ها هوينا 3 تغليم، قرينا ال اي فوالا 1 2 3 ها اي ماجيسكول، قرينا ال او فوالا 3 تغليم، قرينا لو اي فوالا 3 تغليم. هذو لي فوايل اللي قريناهم، هذو لي فوايل يليق التلميذ يعرفهم، يعرف بلي يكتبهم ويعرف الابعاد تاعهم. لي كونسون اللي قريناهم ولا الحروف، قرينا لو ام 3 انتغرين، قرينا لو ان، قرينا لو دي، وقرينا لو تي. هذو هما اللي قريناهم. فقط من جاتني الفرصه لي لاتر ماجيسكول عندهم 3 انتغرين، ولي لاتر مينيسكول هذوك الصغار كاع الصغار ان سول انترلين، والدي و تي يختلفوا. نكتبهم لك هنايا فقط من جاتني فرصه، عندي ال ا ها هوينا ا ان سول انترلين، لو اي ها هوينا، لو او ها هوين، و لو اي ها هوينا. حروف صغار ها هوينا كيما هكا نكتبهم اون كيرسيف، اون كيرسيف متعقد. بالنسبه لهذو ها الام عنده 3 دروس، والان عنده 2، الدي يطلع زو انتغرين، يليق يطلع زوج بياضات. لو كان ما يطلعش زوج بياضات يولي ا، يليق يطلع هذا العصا تاعه اللي تطلع زوج بياضات. اقعد لي تي، التي يطلع زوج بياضات وشوي. ها فوالا، في هذا الفيديو القصير نتمنى اني افدتكم، انكم استفدتم وانتفعتم. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.